سيدات وسادة، لقد حرصت مصر على الانضمام إلى مبادرة تنسيق عمل المناخ في الشرق الأوسط وشرق المتوسط منذ إطلاقها للمرة الأولى في عام 2019، إيمانا منها بأهمية الدور الذي يمكن لهذه المبادرة أن تقوم به في إطار تنسيق سياسات مواجهة تغير المناخ بين دول أعضاء المبادرة، بما يساهم في تعزيز عمل المناخ وجهود التغلب على آثاره السلبية في محيطنا الإقليمي. وهي منطقة كما تعلمون تعد من أكثر مناطق العالم تأثراً بتبعات تغير المناخ وآثاره المدمرة على كافة الأصعدة، وهو ما بات واضحاً بشكل ملموس خلال السنوات القليلة الماضية التي شهدت أحداثاً مناخية قاسية في المنطقة، من حرائق للغابات إلى فيضانات وسيول خلفت خسائر بشرية ومادية جسيمة. ولعلكم تتفقون معي أن المبادرات الطوعية الرامية لحشد الدعم لجهود مواجهة تغير المناخ قد أصبحت إحدى أهم آليات عمل المناخ العالمي، لا سيما وأنه قد أصبح من المعلوم أنه على الرغم من المسؤولية الرئيسية للدول والحكومات في هذا الجهد، إلا أن الأطراف الأخرى غير الحكومية يمكن لها بل يتعين عليها أن تمارس أدواراً مكملة وداعمة انطلاقاً من مسؤولياتها وعمل بمبادئ التعاون والمشاركة. وهنا تأتي أهمية هذه المبادرات التي تتيح المجال لكافة هذه الأطراف لتنسيق سياساتها وجهودها. والحقيقة أن ما يميز المبادرة التي نجتمع في إطارها اليوم عن غيرها من المبادرات والجهود هو المكون العلمي الذي تنطوي عليه، والذي لا غنى عنه إذا كنا نسعى إلى أن تكون جهودنا لمواجهة تغير المناخ متسقة مع أفضل العلوم المتاحة، بما يضعنا على الطريق الصحيح نحو تنفيذ أهداف اتفاق باريس، بما في ذلك هدف 1.5 درجة مئوية. السيدات والسادة، إنني أتطلع خلال اجتماعنا للتعرف على ما استطاعت المبادرة تحقيقه منذ إطلاقها وحتى اليوم، بما في ذلك خطة العمل الإقليمية المقترحة، والتي أثق أنها ستساهم في تعزيز جهودنا المشتركة نحو مواجهة تغير المناخ في المنطقة، كما أتطلع أيضاً للاستماع إلى الخبرات والتجارب المختلفة للدول الأعضاء في المبادرة اتصالاً بجهودها لمواجهة تغير المناخ على النطاقين الوطني والإقليمي. وأنني لعلى ثقة أننا سنخرج من حديثنا اليوم بفهم أكثر عمقاً لحجم التحدي الذي تواجهه دولنا وقدر الجهد المطلوب منا لمواجهته. أشكركم على حسن الاستماع. Thank you, Excellency. برحب بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا، ومعانا خبر سياحي خاص بمشاركة مصر بمعرض لندن السياحي بجناح يضم 50 شركة سياحية وفندقية، كمان بالإضافة لمشاركة الغرف السياحية 5. لمزيد من التفاصيل عن هذا الخبر احنا معانا عبر الهاتف دكتور باسم حلقة، نقيب السياحيين. صباح الفل يا دكتور. اهلا وسهلا، صباح الخير، اهلا بحضرتك معانا يا دكتور. يعني ناخد من حضرتك طبعا في البداية فكرة عن هذا المعرض والجناح المصري المشارك فيه، وطبعا مدة إقامة المعرض كمان. هو الحقيقة طبعا المعرض لندن WTM يعتبر ثاني أكبر معرض سياحي في العالم بعد بورصة برلين ITB. نعم. وطبعا احنا بنهتم بالمشاركة في معرض لندن لأهمية السوق السياحي الإنجليزي، خاصة وإننا عارفين أنه السائح الإنجليزي يعتبر عالي الإنفاق. بالإضافة إلى أنه يعني إنجلترا تعتبر من البلاد اللي بيتبعها كتير من التور أوبريتور في الدول الثانية، وطبعا هم سامحين لمصر بأنها يعني تشارك في
يعني سامحين ليها للرحلات انها تيجي لمصر، وبالتالي كل التور اوبريتورز في اوروبا بيتبعوهم، ومن هنا بتيجي اهميه المشاركه المصريه في السوق البريطاني. وبيعتبر فرصه مهمه جدا للالتقاء ما بين منظمي الرحلات في اوروبا من مختلف الدول مع شركات السياحه المصريه، بالاضافه طبعا للفنادق المصريه اللي مشاركه في هذا المعرض. طيب حقيقي فعلا يعني مشاركه مصر في سوق لندن السياحي حاجه مهمه جدا. خلينا نعرف كمان من حضرتك يا دكتور اهميه السياحه البريطانيه الوافده تحديدا. هو طبعا هم يعني فاتحين خط مباشر في الرحلات الطيران ما بين بريطانيا وشرم الشيخ، وطبعا احنا بنستقبل افواج سياحيه من انجلترا بشكل منتظم ومستمر برحلات اسبوعيه. طبعا هي فرصه كمان انه الموسم الشتوي يعتبر عندنا مناسب جدا بالنسبه للسياحه بشكل عام. طبعا الجو عندنا ممتاز، الطاقه اقل تكلفه من بالنسبه لهم في الإقامات. طبعا يعني يعتبر السياح البريطاني من أهم الجنسيات المهمة بعد السياحة الألمانية. بشكل عام يا دكتور حابين نطمن طبعا من حضرتك على الحركة السياحية وأكتر كمان الجنسيات المتواجدة حاليا، خصوصا زي ما حضرتك بتقول إحنا خلاص يعني دخلنا فصل الشتاء. إحنا طبعا السياحة البريطانية زي ما قلت لحضرتك مهمة جدا، واحنا بنستقبل منها كتير. طبعا احنا عندنا من ألمانيا رحلات بتيجي بشكل منتظم أسبوعي، سواء في شرم الشيخ أو في الغردقة أو مرسى علم. طبعا احنا عندنا كمان يعتبر رحلات بتيجي باستمرار من دول غرب أوروبا. يمكن أوروبا الشرقية قلت الرحلات شوية لأن احنا فقدنا السوق الأوكراني للأسف بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، لكن ودي كانت بتشكل بالمناسبة يمكن نسبة كبيرة جدا من السياحة اللي كانت بتجيلنا لمصر، يمكن توصل ل30%، لكن احنا قدرنا الحمد لله ان احنا نعوضها من أسواق تانية. مصر تعتبر دلوقتي العين عليها كواجهة سياحية مهمة في فترة الشتاء من معظم دول أوروبا، وخصوصا كمان من دول البلطيق ليتوانيا وإستونيا ولاتفيا، بالإضافة إلى السوق الإسكندنافي في الشمال، وإحنا عارفين أزمة الطاقة اللي بتمر بيها أوروبا، وبالتالي يعتبر مصر بالنسبة لها سوق سياحي يعتبر مناسب في الأسعار ويقدروا يقيموا فيه فترات طويلة يعني. نعم دكتور، أخيرا يعني إحنا دلوقتي طبعا في مصر بتستضيف قمة المناخ كوب 27، تأثير هذه القمة على السياحة بشكل عام من وجهة نظر حضرتك؟ عايز أقول لحضرتك إنه هذا المؤتمر الدولي الكبير اللي بيشارك فيه ممثلين من 200 دولة وأكثر من 110 من القيادات ورؤساء الدول ورؤساء الحكومات. هذا الاحتفالية الكبيرة وهذا المؤتمر المهم اللي بيقام على أرض مصر ده إدى رؤية جميلة جدا لمصر. ثانيا نجاح السياحة المصرية في الإعداد والتنظيم واستقبال والخدمات اللي مقدمة في الفنادق في شرم الشيخ، عملية الانتقال للوفود المشاركة، مدينة خضراء بنقدمها للعالم صديقة للبيئة كنموذج من النماذج الناجحة لمصر في هذا المؤتمر الكبير. طبعا زي ما حضرتك عارفة كل وسائل الإعلام في العالم وكالات الأنباء بتتابع هذا الحدث المهم، وبالتالي في كل وسائل الميديا في العالم بيتحدثوا عن هذا المؤتمر، وبالتالي يكون هناك حديث عن مصر، وده بيدي عصف ذهني مهم جدا بيشجع على التوجه إلى السياحة إلى مصر، ويعتبر دعاية مهمة جدا،
يعني انا في رايي يمكن يعني لو احنا تعمدنا ان احنا نعمل الدعايه دي بنفسنا مش هتتحقق كما تحققت من خلال تنظيمنا لكوب. صحيح صحيح، يا رب دايما مصر في افضل حال. انا بشكر حضرتك جدا دكتور باسم حلقه نقيب السياحيين، بشكر حضرتك يا دكتور، شكرا جزيلا على هذه المداخله. نروح مع حضراتكم لتقرير معانا طبعا على هامش انعقاد القمة العالمية للمناخ كوب 27. شهد رئيس عبد الفتاح السيسي وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات العربية المتحدة التوقيع على مذكرة تفاهم لتطوير مشروع القياسات الخاصة بإنشاء محطة توليد كهرباء من طاقة الرياح، وده بقدرة 10 جيجا وات. خلينا نتابع تفاصيل أكتر في التقرير اللي جاي ونرجع نكمل معاكم مرة تانية. شهد سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة توقيع مذكرة تفاهم بخصوص إنشاء محطات لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة تبلغ 10,000 ميجاوات، وذلك من خلال تحالف شركات مصدر الإماراتية وشركتي حسن علام وإنفينيتي المصريتين. مرة كمان برحب بحضراتكم مشاهدينا. معانا خبر خاص بمصلحة الخزانة العامة وسك العملة بوزارة المالية، بتطرح عملة معدنية تذكارية، وده طبعا بمناسبة انطلاق قمة المناخ بشرم الشيخ حيث تشارك بجناح بالمنطقة الخضراء. بتفاصيل أكتر عن هذه العملة احنا معانا عبر الهاتف الأستاذ صلاح الباشا أمين متحف مصلحة الخزانة العامة وسك العملة بوزارة المالية. صباح الخير يا أستاذ صلاح. صباح النور يا فندم، تحياتنا لحضرتك في البداية. يعني نعرف من حضرتك طبعا فئة العملة اللي تم إصدارها بمناسبة انطلاق قمة المناخ في شرم الشيخ. طبعا يا فندم حضرتك تعرف دور مصلحة الخزانة العامة وسك العملة هي سك مسكوكات عبارة عن عملات تذكارية وميداليات تذكارية. نعم. تمثل تاريخ مصر وحضارتها على مر الرسول، وبهذه المناسبة مناسبة مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ، فقد قامت المصلحة بإصدار عملة تذكارية من الفضة الخالصة
تخلد او توثق المؤتمر، وهي عباره عن عمله على الوجه، على وجه العمله شعار المؤتمر، وعلى الظهر الفئه العمله وهي فئه ال 100 جنيه. طبعا هي العمله تذكاريه لتوثيق الحدث ليس متداوله، تذكاريه طبقا لما تقوم به مصلحه الخزانه العامه وسكه العمله في اصدار عملات تذكاريه لتخليد المشروعات القوميه وتوثيق الاحداث التاريخيه والاحداث الهامه في الدوله المصريه. الفكره جت منين يا استاذ صلاح؟ طبعا دي بتوجيهات معالي وزير الماليه لاصدار عملات تذكاريه لتوثيق الكثير من الاحداث في مصر والمشروعات القوميه. حضرتك احنا بقالنا فتره بنوثق المسكوكات، بنوثق المشروعات القوميه عن طريق المسكوكات المتداوله والمسكوكات التذكاريه. يعني على سبيل المثال ان احنا برضك في صدد ان احنا نسك عمله تذكاريه بمناسبه مرور 100 عام على اكتشاف مقبره توت، اللي هي 100 سنه من 1922 اللي هو اكتشفها كارتر، 1922 2022. فهنصدر عمله تذكاريه بهذه المناسبه، مناسبه مئويه طبعا اكتشاف مقبره توت عنخ امون، وايضا برضك عمله تذكاريه بمناسبه مرور 200 عام على اكتشاف اللغه المصريه، اكتشاف حجر رصيد اللي هو 1822 2022، 200 سنه. يعني انا بقول لحضرتك ان احنا مصلحه الخزانه العامه وسكه العمله بتعمل على توثيق كل ما هو تاريخي وكل ما هو حضاري للدولة المصرية عن طريق المسكوكات، لأن حضرتك تعرف أن المسكوكات سمة من سمات توثيق التاريخ على مر العصور، فسمة مهمة بتبقى موجودة على طول مع الهواة وبتسك بشكل منتظم لتوثيق أحداث للأجيال القادمة وتوثيق أحداث مصر على مر العصور. حقيقي فعلا، يعني هي مش جاية من صدفة، ده بيحصل كالعادة. طيب أنا عايز أسأل حضرتك أستاذ صلاح عن يعني هل تمت أو تم مراعاة أن تكتب هذه العملة بأكتر من لغة عشان الناس تتداولها كمان، أو تكون حاجة تذكارية معاهم يعني مش بس مصريين؟ فندم حضرتك، عملة تذكارية طلعة بقرار من رئاسة الوزراء. عملات تذكارية للدولة المصرية بتبقى ليها سمات معينة في السك وفي الشكل، بيبقى مكتوب على ظهر جمهورية مصر العربية والفئة والوجه، بنوصل احنا لأقرب حاجة للحدث، يعني أقرب حاجة للحدث اللي هو طبعا شعار المؤتمر، اللي هو اللوجو بتاع القمة، اللوجو بتاع المؤتمر. طبعا ده هو ده أكتر حاجة بتوثق تاريخ تاريخ المؤتمر وشكله. وطبعا الأجانب معروف إن اللوجو موجود، فالعملة يعني شرحها نفسها يعني. طيب حابة أروح مع حضرتك كمان ونتكلم عن فكرة أو ناخد من حضرتك فكرة عن الجناح الخاص بمصلحة الخزانة العامة وسك العملة بالمنطقة الخضراء، وطبعا أهم العملات المعروضة في هذا الجناح. طبعا يا فندم احنا عاملين برضك رقم واحد بتبقى موجودة الميداليات المؤتمر، عملات المؤتمر. لكن يا فندم اصلا احنا عندنا مجموعه من المسكوكات من ميداليات ومن عملات تذكاريه بتوثق كذا احداث كثيره لمصر. على سبيل المثال عندنا مثلا ميداليات خاصه بتوت، اللي هو بمناسبه مرور 100 عام على اكتشاف كارتر لمقبره توت، عاملين ميداليات عباره عن 6 ميداليات على الوجه مكتوب عليها الذكرى من 1922 ل 2022 على الظهر التاريخ، وعلى الوجه احدى مقتنيات مقبره توت اللي هي 6 مقتنيات موجوده على ال6 ميداليات. يعني ده حاجه خاصه برضك عن طريق الميداليات، بنوثق حدث تاريخي على الميداليات، وهي مسكوكه من الفضه الخالصه ومن من الفضه، من النحاس المطلي فضه ومن النحاس المطلي ذهب، وبتباع عندنا في الجناح. في برضك حضرتك يا فندم في ميداليات مسار العائله المقدسه اللي بتمثل دخول السيد المسيح مصر بدايه من اول الفارما لحد اخر محطه درونكا، دي برضك موثقه ب 12 محطه لدخول السيد المسيح والعائله المقدسه الى مصر.
وايضا ميداليات برضه خاصه بتوثق تاريخ اباطره مصر في العصر الحديث، البابا تودروس والبابا شنوده والبابا كرولوس، وايضا احداث اخرى مثلا ميداليات تمثل حكام مصر في زمن الاسره العلويه اللي هم حكموا مصر تقريبا حوالي 150 سنه بدايه من محمد علي الى اخر ملوك مصر الملك احمد فؤاد. يعني حضرتك ودينار عبد الملك بن مروان، دي ميداليه برضك بتمثل دينار عبد الملك بن مروان اللي هو اول سك في الدوله الاسلاميه. يعني احنا بنعمل تاريخ مصر عن طريق المسكوكات، لان ايمانا من المصلحه بانها لها دور رئيسي حقيقي في توثيق تاريخ مصر عن طريق المسكوكات، وهي اسمى من اسمى التوثيقات اللي هو توثيق على طريق المسكوكات، لان المسكوكات بتعيش فتره كبيره حقيقي وبتعمل وعي اثري ووعي للاجيال القادمه. حقيقي بتكون حاجه تذكاريه لتوثيق الحدث. انا بشكر حضرتك جدا استاذ صلاح الباشا امين متحف مصلحه الخزانه العامه وسك العمله بوزاره الماليه، بشكرك جدا يا استاذ صلاح على هذه المداخله. نروح مع حضراتكم لتقرير خاص باستقبال سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس في شرم الشيخ المستشار الألماني أولوف شولتز، وذلك على هامش انعقاد أعمال القمة العالمية للمناخ كوب 27. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بزيارة المستشار الألماني في مصر، مشيدا سيادته بتطوير مسار العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأيضا العسكرية. كمان وهو ما انعكس على معدل وكثافة تبادل الزيارات بين كبار مسؤولي البلدين، وأخرها زيارة سيادته إلى برلين في يوليو الماضي، مؤكدا تطلع مصر لتعظيم التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة وتعزيز التنسيق والتشاور السياسي. خلينا نتابع تفاصيل هذا الاستقبال في التقرير اللي جاي بشكل تفصيلي ونرجع نكمل مع حضرتك. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في شرم الشيخ المستشار الألماني أولاف شولتز، وذلك على هامش انعقاد أعمال القمة العالمية للمناخ كوب 27. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس رحب بزيارة المستشار الألماني إلى مصر، مشيدا سيادته بتطور مسار العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية، وهو ما انعكس على معدل وكثافة تبادل الزيارات بين كبار مسؤولي البلدين، وآخرها زيارة سيادته إلى برلين في يوليو الماضي، ومؤكدا تطلع مصر لتعظيم التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة وتعزيز التنسيق والتشاور السياسي. من جانبه أعرب المستشار الألماني عن خالص التقدير لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مبديا إعجابه الشديد بالتنظيم المصري المتميز للقمة العالمية للمناخ، ومثمنا الروابط الوثيقة بين مصر وألمانيا والزخم الملحوظ الذي تشهده العلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، لا سيما على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية، حيث تعتبرها ألمانيا شريكا قويا للتعاون ولمواجهة التحديات المشتركة. دقيقة واحدة تفرق كتير، والوقت دايماً تحدي. في زمن قياسي مصر طورت منظومة النقل وأضافت وجددت 97 محطة سكة حديد، وطورت 335 مزلقان، 212 عربة قطار تم شرائها، وتم التعاقد على 1300 عربة قطار لدعم منظومة السكة الحديد، وتم توريد 24 قطار جديد مكيف لمترو الأنفاق. وفي مجال النقل البحري تم تطوير موانئ الغردقة وسفاجة لتتسع ل 2 مليون راكب سنوياً، وتطوير ميناء نويبع، وتم تعميق المجرى الملاحي لموانئ دمياط والإسكندرية
لاستيعاب كل السفن العملاقة. مصر دايماً على الطريق الصحيح وهتوصل بسرعة. بلغ حجم استثمارات المشروعات خلال 6 سنوات حتى يونيو 2020 253 مليار جنيه. مصر، التحدي والإنجاز. مرحبا بحضراتكم مرة كمان مشاهدينا. تشارك وزارة الزراعة وإصلاح الأراضي بجناح خاص بالوزارة بالمنطقة الخضراء بشرم الشيخ مدينة السلام. ولمزيد من التفاصيل احنا معانا عبر الهاتف دكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة والمتحدث باسم الوزارة. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم. تحياتنا لحضرتك في البداية يا دكتور. تحياتي لحضرتك وكل السادة المشاهدين. يعني نعرف من حضرتك يا دكتور طبعا أهم ما يتضمنه الجناح من تقاوي ومحاصيل استراتيجية، خلينا نعرفها مع حضرتك. يعني الأول اسمح لي أشكر حضرتك، وطبعا زي ما حضرتك عارفة احنا عندنا في اهتمام كبير تم بذله أو في جهود كبيرة تم بذلها لتعظيم إنتاجنا من المحاصيل المختلفة، وطبعا كان في أهمية كبرى وكان في أولوية محطوطة لإنتاج التقاوي لأن هي بتمثل اللبنة الأساسية اللي بنقدر من خلالها نقوم على عملية التنمية خصوصا في ظل التغيرات المناخية اللي بقى في ضرورة ملحة، خلى في ضرورة ملحة ان يكون في تقاوي تقدر تتحمل ظروف جوية مختلفة، تقدر تتحمل انواع مختلفة من الآفات اللي كنا بنشوفها قبل كده تقدر او اللي ما كناش بنشوفها قبل كده بقى تتوقع ظهورها، فبالتالي محتاجين ان احنا نقدر يكون عندنا رؤية ليها ايضا تدي انتاج اعلى وتدي انتاجها في وقت اقل علشان الظروف المختلفه اللي بقى بيشهدها العالم نتيجه التغيرات المناخيه. طبعا دي كانت اولويات الحياه، احنا قمنا بجهود كبيره لاستنباط العديد من الاصناف في القمح في الذره في الفول في محاصيل الخضر والفاكهه كل المحاصيل اصبح فينا او في جهود كبيره بتبذل لاستنباط اصناف جديده متقاوي منها، وان شاء الله ده كله يكون له انعكاس ايجابي جيد لخدمه القطاع الزراعي ولمواجهه اثار وتداعيات التغيرات المناخيه. بشكل تفصيلي أكتر يا دكتور نعرف من حضرتك أهم ما يميز هذه التقاوي طبعا ومدى توافقها زي ما حضرتك ذكرت مع التغيرات المناخية. يعني هو لو بنتكلم على التقاوي هنلاقي مثلا تقاوي زي القمح بدأنا ننتج أصناف زي صنف 6-14 وده بيدي إنتاج أعلى في وقت أقل وبيتحمل الأصداء المختلفة اللي ممكن تظهر وده بيكون مناسب لبعض المناطق، وإحنا يمكن عاملين خريطة صنفية بتوضح اماكن التوزيع اللي نقدر من خلالها نزرع الاصناف دي في كل منطقه وفقا للظروف الجويه المتوقعه بالتنسيق بقى مع هيئه الارصاد ومع الجهات المعنيه. ايضا عندنا في اهتمام موجود وفي جهد موجود لتعظيم انتاجنا من العديد من الحاصلات الزراعيه، عندنا مشروع تقاوي الخضر والفاكهه محليا وعندنا في مجموعه كبيره من الاصناف زي الطماطم والفلفل والباذنجان والعديد من الاصناف الاخرى، وكان في اهتمام كبير بالتوسع في توفير او في تلبيه الاحتياج من التقاوي الخاصه بمحاصيل الخضر والفاكهه محليا من حال ان احنا بنستورد جزء كبير منها من الخارج، فكان لابد من التوسع في هذه المحاصيل، واحنا بنعمل لها اختبار او بنعمل لها حاجه اسمها تحدي، اختبار تحدي، وده بنواجه فيه اعلى صنف موجود في مصر سواء مستورد او محلي علشان نتأكد من مدى ملائمة هذه الأصناف للإنتاجية، كم الإنتاج مقارنة بأعلى الأصناف المتاحة، جودة الإنتاج، مقاومة الآفات، مقاومة الأمراض، وكمان التحمل للظروف المناخية المصرية، فدي تحديات احنا بنقيس عليها وإن شاء الله يعني يكون عندنا كم أكبر من التقاوي، ده الحقيقة معروض في مؤتمر الكوب 27 وان شاء الله اكيد هيكون في مزيد من التقدم المقبله في مجال التقاوي باذن الله. ان شاء الله يا دكتور. طيب ناخد من حضرتك يا دكتور اخيرا فكره عن المبادره اللي تم اطلاقها او سيتم اطلاقها، هي مبادره الغذاء والزراعه من اجل التحول المستدام. يعني هو الحقيقه هو واحد من التحديات المهمه اللي بتواجه العالم هي فكره توفير الغذاء للشعوب. وجائحه كورونا اثبتت للعالم ده، الازمات المتتاليه اللي بشهدها العالم أكدت على أن دي من الأولويات اللي لابد من العمل عليها لتلبية احتياجات الشعوب، وبالتالي فهذه المبادرة هتنصب
نحو تمكين الصغار المزارعين وتمكين كافه الفئات المنتجه لتوفير احتياجات الغذائيه وتامين الامن الغذائي للشعوب في الدوله المصريه، وان شاء الله يعني يكون له نتائج واثار ايجابيه ملموسه في من هذا المشروع باذن الله. ان شاء الله. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمد الكرش معاون وزير الزراعه والمتحدث باسم الوزاره، بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور طبعا على هذه المداخله. شكرا لحضرتك دكتور محمد. هنروح مع حضراتكم ل يعني نشاط رئيس الوزراء بالامس. شهد رئيس الوزراء مراسم توقيع مذكره تفاهم بين المصريه لنقل الكهرباء وهيئه الطاقه الجديده والمتجدده وتحالف مستثمرين لانتاج الكهرباء من طاقه الرياح. كمان شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد يوناس جار رئيس وزراء النرويج مراسم توقيع مذكره تفاهم بين كل من الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وشركة سكاتك ASA النرويجية بشأن تنفيذ مشروع لإنتاج الطاقة الكهربائية من الرياح بقدرة 5 جيجا وات، وذلك ضمن فعاليات الدورة 27 طبعا لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بمدينة شرم الشيخ. كمان كان في يعني نشاط آخر لرئيس الوزراء بالأمس، شهد توقيع عقد بالأحرف الأولى لإدارة وتشغيل الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع العين السخنة اسكندرية العلمين مطروح مع تحالف شركات دوتشي بان الألمانية وسويدي إلكتريك. خلينا نتابع تفاصيل هذه اللقاءات والاتفاقيات في التقرير اللي جاي بشكل مفصل ونرجع نكمل معاكم مرة ثانية. مكاسب بالجملة من تنظيم مصر لقمة المناخ. مكاسب تتمثل في تعزيز العلاقات التاريخية والترويج السياحي ودعم الثقل المصري بالمحافل الدولية، وبالإضافة إلى ما سبق توجد مكاسب اقتصادية كبيرة لتنظيم المؤتمر. فقد شهد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مراسم توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع إنتاج طاقة كهربائية من طاقة الرياح. مذكرة التفاهم تهدف إلى إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء من الرياح بقدرة 3 جيجاوات، على أن يتم بموجب هذا الاتفاق تأسيس شركة لهذا المشروع في مصر. رئيس الوزراء شهد أيضاً مراسم توقيع عقد بالأحرف الأولى لإدارة وتشغيل الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع العين السخنة الإسكندرية العلمين مطروح مع تحالف شركات دويتشا بان الألمانية والسويدي إلكتريك لمدة 15 عاما قابلة للتجديد. وأكد مدبولي أن التوقيع يأتي تجسيداً للخطة الشاملة التي كلف بها الرئيس للتوسع في إنشاء شبكات النقل الأخضر المستدام النظيف الصديق للبيئة وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص. وضمن فعاليات مؤتمر المناخ شهد مدبولي ونظيره النرويجي توقيع مذكرة تفاهم مع شركة سكاتك ASA النرويجية لتنفيذ مشروع لإنتاج الطاقة الكهربائية من الرياح بقدرة 5 جيجاوات. تتواصل فعاليات قمة المناخ وتتواصل معها الفوائد السياسية والاستثمارية التي تعود على المواطن المصري، ما يسهم في الارتقاء بجودة حياته. We'll be right back.
تستضيف مصر الدورة 27 لمؤتمر الأطراف هذا العام في سياق عالمي يتسم بتحديات متعاقبة. سارعت مصر منذ وقت مبكر باتخاذ خطوات فعالة في سبيل التحول إلى نموذج تنموي مستدام يتسق مع جهود الحفاظ على البيئة ومواجهة تغير المناخ. مصر لن تدخر جهدا في سبيل إنجاح القمة العالمية للمناخ. بادرت مصر باتخاذ خطوات جادة لتطبيق نموذج تنموي مستدام يأتي تغير المناخ والتكيف مع آثاره في القلب منه. تدعو مصر إلى ضرورة منح القارة الإفريقية معاملة خاصة في إطار تنفيذ اتفاق باريس بالنظر لوضعها الخاص وحجم التحديات التي تواجهها. حضراتكم مرة كمان مشاهدينا. رياضياً تنطلق اليوم بطولة أمم إفريقيا للسيدات لكرة اليد بالسنغال في نسختها 25، وبيشارك منتخب مصر بالبطولة طبعاً بعد غياب 10 سنوات. مزيد من التفاصيل احنا معانا عبر الهاتف كابتن محمد الألفي المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد سابقاً. صباح الفل يا كابتن. صباح الفل، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك معانا. نعرف من حضرتك طبعا في البداية فترة إقامة البطولة وكمان عدد المجموعات وكمان استعدادات المنتخب المصري طبعا بشكل تفصيلي لهذه البطولة. حضرتك البطولة من 9 ل 19 نوفمبر وتتلعب في السنغال. حضرتك البطولة دي 25، حضرتك آخر 15 بطولة أنجولا كسبت 13 بطولة. كويس، حضرتك هي الفرق المفروض معقولة مجموعات، كل مجموعة المفروض كانت 4 فرق، لكن لما مصر طلبت الاشتراك عملوا مجموعة 5 فرق. الأول والتاني من كل مجموعة هيخشوا عشان يلعبوا ومجموعة مصر هيخش منها 3 فرق هياخدوا أحسن توالد أول وتاني مجموعة. حقيقة الاستعدادات الحقيقة يعني هي قرر إن هو يتعامل على أساس إن هو أول مرة من 10 سنين يبقى عندنا منتخب أول بنات سيدات. كويس؟ نعم. حقيقة أساسا تدعيم الفريق أساسا 3 لعيبة من مواليد 2004 و7 لعيبة مواليد 2002 شباب وناشئين، و7 لعيبات من الفرق اللي هي فوق السن اللي هم الدرجة الأولى يعني. فطبعا دوت حقيقة. وبعدين الانتقاء برضو كلهم اللي هم السبعة اللي هم من الدرجة الأولى دول مواليد 2000 ومواليد 98. الغرض من المنتخب ده حياتك ان هو يبقى عنده فرصه كمان 4 سنين 6 سنين يعني يبقى في تواصل ان المنتخب السيدات ده يلعب بطولات افريقيا كلها ان شاء الله يعني. ان شاء الله. حياتك الاستعدادات والله كانوا سافروا اسبانيا وسافروا سلوفينيا وعملوا ماتشات كويسه هناك. اي نعم ما كسبوش كل الماتشات، ما كسبوش ماتشات كتير، لكن الاحتكاك نفسه حاجه كويسه. بالظبط. وده بعد توقف كبير يعني، فده بالنسبه لهم حاجه حلوه. عشان توقف ده دي حاجه يعني ان هم كويس، كان في فتره اعداد ولعبوا مباريات خارجيه. نعم. حضرتك طبعا المجموعه الاولى اللي هي فيها انجولا والكونغو والراس الاخضر والجزائر. والمجموعه الثانيه تونس والجزائر والكونغو وغينيا والمغرب ومصر. دي اللي هياخدوا منها 3 فرق اللي ان شاء الله مصر تكون فيها. المجموعه الثالثه الكاميرون والسنغال ومدغشقر وكوت ديفوار. حضرتك طبعا الفرق العربيه اللي هي بتلعب هناك اللي هي تونس
الجزائر والمغرب ومصر طبعا. يعني في اكتر من دوله عربيه بتشارك في هذه البطوله مش مصر فقط. اربع فرق تمام. يعني هذيك مصر وثلاث فرق. نعم. طب نعرف من حضرتك اول موعد للمباراه، مباراه المنتخب المصري بالبطوله هتكون امتى؟ بكره ان شاء الله معكم. ان شاء الله ان شاء الله بكره. طيب طبعا احنا عايزين نكسب اتفهم. نطلع التاني في المجموعه عشان نبعد عن انجولا، لان لو طلعنا التالت في المجموعه هنلعب انجولا في دور الثمانيه. فان شاء الله ان شاء الله نكسب ماتش او ماتشين نعدي بيها نبقى التاني في المجموعه. طب اخيرا يا كابتن، عدد الفرق اللي ستؤهل لبطوله العالم 2023 هيكونوا قد ايه؟ هم هيبقوا اربع فرق ان شاء الله. نتمنى مصر تكون منهم يا رب ان شاء الله. انت لو وصلتي دور الثمانيه ان شاء الله تبقى حاجه كويسه ان شاء الله. يعني ان شاء الله. يعني بشكر حضرتك، بشكرك بشكرك جدا كابتن محمد الألفي المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد سابقا، بشكرك شكرا جزيلا، وان شاء الله بنتمنى التوفيق لسيدات كرة اليد في بطولة السنغال. بشكر حضرتك جدا. أروح مع حضراتكم لتقرير معانا خاص بمواصلة فعاليات المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد برعاية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. هنتابع تفاصيل أكتر في التقرير اللي جاي، ونرجع مع فقرتنا الصحفية وضيفنا اللي هيكون معانا النهاردة أستاذ رجب الشرنوبي الكاتب الصحفي، عشان نحلل معاه أبرز المنشطات السياسية الداخلية وأيضا الخارجية. خليكم معانا. تحت رعاية رئيس الجمهورية، تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد، والتي مدت الوزارة فعالياتها حتى نهاية شهر نوفمبر لتوفير كافة أنواع السلع للمواطنين بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 60% ب1051 فرعاً ل34 سلسلة تجارية على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 4 شوادر وكلها موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. احنا جنودك اللي بينا اشتد عودك، واللي وجودنا من وجودك واقفين معاك بروح وقلب. مبادرة كويسة جدا، وأنا أتمنى أنها تستمر مش بس لتايم معين، لكن تستمر طول السنة. والله مبادرة كلنا واحد مبادرة هايلة، والسيد الرئيس بوفر كل السلع بأسعار مناسبة، وياريت تستمر المبادرة. مبادرة كلنا واحد عملت تخفيضات كبيرة، وفي تخفيضات عن بره، يعني عن أسعار بره موجودة هنا في تخفيضات كبيرة جدا. تتسم المنتجات في المبادرة بجودة عالية ووفرة في المعروض منها لتلبية احتياجات المواطنين، حيث تهدف وزارة الداخلية من وراء هذه المبادرة إلى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية في ظل الارتفاعات المتباينة في الأسعار تأثراً بالمتغيرات الدولية، وهو ما أشاد به المواطنين وبالدور الاجتماعي الذي تقوم به وزارة الداخلية. مبادرة والله كويسة، لاقية كل السلع ابتدت يعني موجودة متواجدة. مبادرة جميلة والأسعار جميلة ومتوفرة، كل السلع متوفرة وكل حاجة، بس يا رب تستمر على طول دايما تبقى الأسعار موجودة. مصر كبيرة في كل وقت وكل عصر، والكل عارف إن مصر طول عمرها أصل الحكاية. كما أعدت منظومة أمان كميات كبيرة من العبوات الغذائية بمختلف أنواعها لطرحها في منافذها الثابتة والمتحركة التي تصل إلى 1026 منفذاً على مستوى الجمهورية بتخفيضات تصل إلى 50%، بالتوازي مع توفير السلع بهذه المنافذ بتخفيضات كبيرة حتى نهاية العام. وجميع منافذ منظومة أمان موضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية. صراحة منافذ أمان من الأماكن الممتازة جداً الواحد بدأ يعتمد عليها في الشراء، لأن حاجتها ممتازة وكل حاجة أسعارها حلوة وكل حاجة بنلاقيها فيها، ما فيش فيها أزمة في أي حاجة. المنفذ هنا والله أسعاره حلوة جدا وأقل من بره، ومتوفر فيه كل حاجة هنا. هو بصراحة بجد حاجة عظيمة جدا، الواحد مش عارف يقول إيه لوزارة الداخلية حقيقي. يعني الأسعار حلوة والمنتجات كلها متوفرة، وبصراحة يعني حاجة كويسة، يا ريت الناس كلها تيجي المكان ده هتتبسط قوي بصراحة. يعني
وقد وفرت وزارة الداخلية عبوات تحتوي سلع غذائية ذات جودة عالية لطرحها للبيع بأسعار رمزية. المبادرات اللي بتتم في الدولة من خلال سيادة الرئيس، المبادرات دي بترفع الأعباء عن أبناء الشعب المصري في ظل الظروف الاقتصادية اللي احنا بنمر بيها. ما زال هناك الدولة عندها من العطاء لرفع الأعباء عن المواطنين. يعني النهاردة أنا باخد كرتونة بخمسين جنيه، الكرتونة دي تحتوي على عدة سكر رز زيت، يعني أنا لو جيت أحسبها على بعضها تعمل حوالي 150 جنيه. بصراحة أنا بنشكر سيادة الرئيس على المبادرة اللي احنا فيها دلوقتي والأسعار الموجودة دلوقتي. يعني كرتونة زي دي ممكن تتكلف برة مثلا 120 جنيه أو 130 جنيه، احنا بناخدها ب 50 جنيه، دي حاجة كويسة جدا وحاجة تساعدنا على المعيشة اللي احنا فيها. الدولة مستمرة في تقديم الدعم والمساندة للمواطنين لتخفيف الأعباء عنهم، وهو ما يتجلى فيما تبذله وزارة الداخلية في إطار مبادرتها الاجتماعية كلنا واحد لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة ودعم الأسر الأكثر احتياجا بتوفير السلع لهم بالمجان. لو تحتاجينا بتلاقينا دايما هنا شرطة وشعب.